شو يا بي؟ قال مانك بالبيت وما بترجع لبعد العشاء. وقلت لك استناني بالقهوة ولا هربت؟ أنا ما بهرب. كنت زلمة كنت بتستناني هون. نزل ايدك احسن لك. لو رجال بتنزل لي هون انت. لا 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 ما بيجوز يا جماعة. اسمعوا يا رجال. موجه عليكم الله ومحمد رسول الله. كل واحد منكم بيرجع على شغله وما حدا بيتدخل بيني وبينه بنوب. مو هيك بالخالي؟ لا عمي لا انتوا قرايبين عيب. طولوا بالكم انتوا قرايبين. اذا كانك رجال بتقول لهم هلا وبتحلف عليهم مثل ما حلفت عليهم انا ما حدا يتدخل بيني وبينك. قل لهم لشوف. قل لهم. خلاص يا رجال. كنا لحالنا. لا 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 يا ولد طول بالك طول بالك عم شو عليك بعد عنه بعد عنه وضح وضح بوس ايد خالك واعتذر منه تومر يا وضاح ابن عم تعمل له قتله لصفوان ابن خالي عمى مثل ما عم قلكن وضربه عمل له قتله حشكو لبك قدام كل العالم لك ولي على قامتي الله يقصف عمره ويكسر ايدي يا حق خلاص بقى وين صارت الخناقه بالساحه وفيها اعطيني العصايه والشبريه وشبتك بالعصايه والشبريه شلون شو بدي فيهم يا عمو هذا الزلمه ابن عمي وخال ابني شلون شو بدي فيهم وهداك ابن عمتك برضاي عليك يا أمي لا تتدخل بس عمي أبو وضاح وأبي وعمي أبو صفوان أخدوهن مشان يصالحوهن ها شفت هلأ أبو وضاح بيحلها سيك عبدو رجعيهن هو قال لي جيبهن وأنا أقول لك رجعيهن شو أعمل خلص رجعيهن روحي برضاي عليك يا أمي ما بدنا مشاكل مشان شو صارت لخنا ما بعرف أيوة على كلين ليبينوا ايديها ورجليها للقصة بيصفى لكل حادث حديث اوعى هيك هو جاي عم يتهجم على امي ولو ما طلعته برا البيت كان ضربها شو؟ مثل ما عمل لك خالي وليكو قدامك بشحمه ولحمه واسأله اذا بدك ولك عم تتهجم على عمتك وبدك تضربها كمان؟ لا اخي شو يضرب عمته؟ اي والله بكسر راسه بس بيجوز يعني عدنان هي كبيرة كبيرة كثير وما يفلك قم هي هذا الحكي اللي سمعناه؟ لا عمي شو الحكي أنا بدي أضرب عمتي بس لما سمعت القصة فار دمي شوي قلت لأجي أفهم شو صار بجوز نتورت شوي سمعت أخي؟ سمعت صهري؟ بجوز يعني هو وضاح الله يصلحه بعد إذنك صهري خليه وضاح ينادي لأمه إيه شو عليه؟ يا أبي نادي لأمك تأمر يا أبي شو اللي صار بيناتهم ما بعرف لك يا فخري عدم المؤاخذة هدول قرايبين مثل ما بيقول المثل المصارين ببطن البني آدم تتخانق الله يصلح الأمور بس والله إذا بدكم الدغري يا جماعة هذا صفوان صاير منافسه حامضة كتير قال شو جايب لي حصان إبليس عم يتأنزع عليه مثل القرد شفتوه راكبه والله العظيم ما بصير هيك يا جماعة والله العظيم ما بصير هيك حرام ما بجوز والله خلاص ابو نجيب مشي الحال هلا المختار بيحلها شو دخل مختار سيد راسي شو دخل مختار صار لي ساعتين قاعد عم لوتني اخذها وجيبها ابلعها إيه ما عم تنبلع معي والله عظيم ما عم تنبلع معي كل شيء بالوقت بيصير ابو نجيب لك ما اختلف معك كل شيء بيصير بس انه العصايص تصير بمصاري إيه والله الله ما قالها هي الله وكيلك الله ما قالها عصايص شو ابو نجيب عصايص سيد راسي عصايص ما عطايف عصايف هلا؟ شو ابن نجيب؟ لساتك عم تفكر بالعصايص؟ شو بدك يعني اذا كان فكر سيد راسي؟ فكرناك عم تفكر بالخناقة اللي صارت بالحارة الخناقة؟ شو دخلني انا بالخناقة ينباعوا بالعزا ان شاء الله يتحرقوا انا كل شغلتي انه جاي لعند هذا المنظوم بدي عصايص قال شو؟ كل اثنين ببلغوتك الله قال هاي؟ والله غير هيك ما بتوفي معي لك ابن نجيب ايه بلا سيد راسي بلا اليبرع كله على بعضه ان شاء الله عمره ما حدا ياكل يبرع كف فخري اعطيك معصعوص على حسابي انا بحاسبك فيهم لا انا بعطيه للناس ببلاش بس عم ماحك فيه شوي يلا اعطيهم اعطيهم تعال ابن نجيب تعال مشي الحال شو مشي الحال سيد راسي ثلاثه بالروطه
وبتخصمون من كل الدكان. ايوه لا بنجيب وراح اعطيك اياهم كمان ببلاش كرمال الجيران. يا عيني عليك يا فخي، يا هذا فخي اللي بعرفه، ولكن ان شاء الله تعيش وتعطي الهي. الله يسلمك ابو نجيب. ابو نجيب بدي منك شغله الله يخليك. شغله شو سيد راسي؟ بدي هيك شويه ورق دوالي من عندك من العريشه. ليش عليه؟ تكرم عينك. بديش بدك؟ يعني شغله الطبخه. قديش اعطيني حقه؟ شو ادفع حقه؟ بلاش عمي بلاش. شو هاد سيد راسي؟ ولا عريشه ببلاش؟ ليش؟ شو شايفني؟ شو شايفني يعني فاتح سبيل؟ ليش عم تحكوا سيد راسي؟ شو كفرنا؟ شو حكينا غلط؟ لا لا عداك الغلط ابو نجيب، عداك الغلط. تعال تعال اعطيك العصايش تعال. يا الله. وهي قصة السحورة اللي عملت لنا اياها صبحية، قلنا ولبيت اخي ابو عبده. ومشان هيك علقتي انت وياها؟ يا ريت، في شيء اهم. شو هو؟ يا بي خذ ابن خالك واطلعوا لبرا. تؤمر يا بي. شريف اخي عم اقول انه هي قصص نسوان، بلا ناخذ من العاطفيه. خلي اختك تحكي. ها المرضى بخير. أكل أكل. هاي صبحية خانو. شو؟ هذا اللي صار ابن عمي. وليه ما خلصتي عليها؟ طول بالك فهري، طول بالك، والله شغلة مو مستاهلة. مو مستاهلة؟ ولك مرتك اللي عم تطلع يصيد على بنت اختك، بتقلي ما مستاهل؟ وضح، تركينا شوي. يا عيب شكم عليك، يا عيب شكم عليك. شو بدي اعمل لك اخي؟ شو بدي اعمل؟ الله بلاني بهالمخلوقه. الله بلاك بهالمخلوقه؟ شو نسيت انك تجوزتها بدون رضا امك وابوك؟ طيب شو ساوي هلا؟ طلقها؟ ايه لك اخي طلقها، طلقها. هيك مره ما بتنحوم نوب؟ لا لا هذا مو حل يا ابو عبدو، مو حل. لك انا هجرها، هجرها لك اخي، هجرها. ولك اخي والله مليت، صرت هاجرها 100 مره وما في فايده، هلا هي عم تهجرني. يا بي جيب ابن خالك وتعا. حاضر يا بي. شري يلا بمسوا شوارب بعض وسلموا على بعض. يلا صفوان خلص ري، الولد دمه فاير هلا، بعدين منحلها. شو عليه؟ منحلها بعدين. صفوان بوس ايدي عمك ابو وضح واستسمح منه مشان فوتك على بيته بهذا الشكل. يلا اوام اوام. عمرك عمي ايدك خلص يرضى عليك. واصلي يشهد علي ربي صفوان وكل شباب الحارة بغلاوة وضح. يلا عمي تصالح انت وابن عمتك. يلا واطلع بوس ايدي عمتك برا واطلب منها انها تسامحك وترضى عليك. يلا اوام اوام. هي قصة صفوان ووضح. وشو حكي صبحية على بنت اختك؟ حكي ما بينحكى، قال بدها تسوي سمعتها بالحارة مشان توقف لجوازتها. يخرب بيتها، والله هي وحدة ما بتستحي. لك العمة ما بتخاف من الله. لا تزعلي يا عمي لا تزعلي، اللي امك اللي عم تعمله الله ما بيريده. لا واللي زاد الطين بلة انه صفوان افندي جاي يتهجم على عمته ببيتها. يو يا عيب الشوم عليه، يا عيب الشوم. ام عبدو هلا جهزتوا اغراض رويدا مشان العرس؟ ايه تقبرني، كل شيء جاهز. ايه اذا كان خدي هذا الطوق خليها تلبسه بكره وهي مصموله قدام النسوان. الله يرزقك يا حق. يا بي هذا نقوط مني اليك. يا وانا يا بي إيه مو تكرم عينك انت الثاني. تعي يا بي تعي. وهي جوز حلق اليك. الله يخلي لنا اياك يا بي. وهي لك عمي. يسلموا ايديك عمي. الله يرضى عليك. وانا ابن عمي اللي هي راحت علي. لا يا ابو عبد الله انت الاغلى والاتقل. وشو هو الحجه؟ عملي حسابك السنه بدنا نروح الحج اذا الله راد. عن حقه؟ طبعا عن حقه، لانه صار لازم نروح الحج. روح الهي بشرك بالخير، يجبر بخاطرك يا رجال. بدك يا يبوس ايده لنمر الخشاب، لك الله لا يوفقكم، لك الله ينتقم منكم، يبلى ايده بالكسر الهي، ويبوس ايد عمته كمان لابق للشوحه مرجوحه
ولأبو بريس بقى. ايه بس صهري أبو وضاح ما خلى يبوس إيده، يعني الرجل طلع أحسن منا، ورويدة بتضل عمته. عمته يبلاها بعم عيونها إن شاء الله. والله أنا لولا عمي أبو عبدو ما بقرب لبوس إيده إذا بتطبق السما على الأرض، بس مضطر سايره لعمي لبين ما تصير رويدة عندي. لك عفاري معنيك، لك إن شاء الله بتطلع على قبري، لك بتفهم بتفهم مثل أمك. ولك الله لا يعطي الشيطان صحة، حسبي الله ونعم الوكيل. تعا تقبرني تعا. مثل ما وصيتك ها؟ ما بدنا نعزمهم على العرس؟ لك ما فشلوا، عليم الله بعزم الكلاب ولا بعزمهم. لك تقبرني تطلع على قبري يا مو. تربايتك يا مو.